المقادير بتاعتنا هي على كذا مرحلة. المرحلة الأولى هتكون كوب حليب دافي، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر. هندوبهم مع بعض ونسيبهم لحد ما يخمروا أو لحد ما نلاقي شوية بابلز كده موجودين. نهتم إن الحليب يكون حليب دافي. المرحلة التانية هي 3 كوب من الدقيق، بيضة، صفار بيضة، معلقة صغيرة من الفانيليا، 3 معلقة كبيرة من السكر، وتلت كوباية زبدة. دي تعتبر كده العجينة. الحشوة هتكون زبدة باردة، مكعبات زبدة باردة وهنحشيها بيها. الكريمة القهوة اللي هتتحط عليها من فوق، ودي مهمة جدا ما ينفعش نستغنى عنها، هتكون عبارة عن تلت كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة، تلت كوب من السكر الباودر، ومعلقة صغيرة فانيليا، وبياض بيضة، نص كوباية دقيق، واتنين باكو قهوة سريعة الذوبان، يعني نقول معلقة أو معلقة ونص من قهوة سريعة الذوبان. يلا بينا. أول حاجة زي ما اتفقنا كده، الحليب الدافي بنحط فيه السكر وبنحط فيه الخميرة، ده أولا. أنا ممكن يعني عشان الوقت دايما معايا ما بيسعفنيش، فممكن ما سيبهاش لحد ما تطلع البابلز كلها. انتوا لما تعملوها تسيبوها لحد ما تتفاعل وتطلع البابلز. انا متأكدة ان الخميرة بتاعتي شغالة وتاريخ الانتاج بتاعها جديد. الكيس اللي انا فتحاه دلوقتي ما استخدمتوش قبل كده، ما هوش علبة مفتوحة او برطمان، فبالتالي احنا ان شاء الله ضامنين انه الخميرة بتاعتنا شغالة وكويس. فلو انتوا زيي اوكي، بس يستحسن ان انتوا تستنوا لحد ما يحصل التفاعل والبابلز كده تبتدي تطلع. هستخدم العجينة او هستخدم ايدي زي ما تحبوا. عندي بقى هنا الدقيق على يعني على طول كده، كل حاجة على بعض. السكر، الفانيليا، ولو اخدتوا بالكم احنا عندنا هنا بيضة وصفار بيضة. البياض بتاع البيضة استخدمناه في المرحلة اللي جاية، فما تقلقوش مش هنرمي حاجة. بنحط البيضة وبنحط صفار البيضة، والبياض بتاعنا استخدمناه برضو. دلوقتي هنزل بالخليط بتاع اللبن والخميرة والسكر زي ما احنا شايفين كده، ونعجن. الزبدة بتاعتنا هنحطها بس في الآخر. عندي هنا اهي زبدة طرية هحطها بس في الآخر. يلا بينا. عايزه اوريكم العجينه عامله ازاي دلوقتي قبل ما احط الزبده. اتلمت كلها ومش محتاجه مني اي سوائل، محتاجه مني عجن شويه كمان، ومحتاجه الزبده علشان تبتدي تديها الطراوه، ولكن هي محتاجه عجن. اوكي يلا بينا نعجنها عجنه كمان ونحط لها الزبده. زي ما انتوا شايفين انا حطيت الزبدة، بس الزبدة جت في الجنب كده، فعايزة ايه ادمجها كويس في النص بالشكل ده ونكمل ضرب فيها.
العجينة بعد ما اتضربت وبقت عاملة زي الحرير، لسه عايزة تتضرب كمان شوية صغيرين جدا، وبعدين نلمها ونسيبها. بس انا مش هضرب عشان وقتكم وما تزهقوش. هي عايزة تتضرب تاني ضربتين تلاتة، وبعدين نسيبها تخمر لحد ما تبقى بالشكل ده. اوكي، انا هلمها دلوقتي من هنا. بس ايه، البس جلوفز عشان نعرف نشتغل. وبعدين نبتدي نحشيها. ادي العجينة بتاعتنا اللي هنسيبها تخمر. تلزق في الجلوفز كالعادة، فايه خلاص لميناها. هنسيبها على وضعها ده كده تخمر لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، يتضاعف حجمها. وبعدين تعالوا ايه، نشيل العجينة ونبتدي. ابتدي اخد بقى منها كور. تعالوا ايه، ننزلها كده، بتبقى بقى طرية جدا اهي. حتى التلزيقة اللي فيها بعد ما هي خلاص بتخمر بتروح، فانتوا هتلاقوها ملزقة شوية في الاول، ولكن خلاص بعد شوية بتروح. ابتدي اعمل كور بالشكل ده الى حد ما يكونوا قد بعض. ما بحبش افضي الهواء قوي من العجينة ولا اغير شكلها، يعني على شكلها كده زي ما هو بقطع كده. باخد الكورة واحشيها مكعب زبدة باردة كده، اخد المكعب واحشيه بالشكل ده كده. نحطها هنا وهكذا، نعمل حفرة، نحط مكعب الزبدة الباردة، نقفل عليها. كويس بالشكل ده. أساسي فيها الزبدة المحشية، ومكوناتنا كتير فيها زبدة، معلش يعني هي بتتعمل كده عشان تبقى نتيجتها مظبوطة. عشان كده بقول لكم مش عايزة أضيع شكلها بتاع الهواء وملمس العجينة، فعشان كده بحشي من الناحية التانية وبقفل من غير ما ابوظ الشكل، تحتفظ بالهواء اللي جوه وبالشكل وبكل حاجة. هنستعد دلوقتي للطبقة التالتة. بس المفروض ان احنا بنحط الطبقة اللي فوق دي او المرحلة التالتة دي لما بنسيبها برضو ترتاح نص ساعة على الشكل ده. نحطها في صاج ونسيبها ترتاح نص ساعة. آخر واحدة. كده. وبنحطها في الصاج ونسيبها تختمر لحد ما يبقى شكلها بالحجم ده وبالشكل ده. وبعدين هنجهز الطبقة التالتة. يلا بينا.
الطبقة بتاعتنا هتكون السكر، بياض البيض، احنا هنضربهم بالمضرب هنضربهم بالمضرب الكهرباء، بياض البيض والسكر والفانيليا، وعندي هنا كمان الزبدة، نزلها كده. هنحط الدقيق بعد ما نضرب ضربتين تلاتة، وعايزة احط على القهوة سريعة الذوبان شوية مية صغيرين قوي قوي قوي، حبة مية صغيرين كده يفكولي الحبيبات بتاعة القهوة، وما تشتغلوش بقهوة تركي ابدا، او اللي هو البن اللي بنعمل بيه القهوة اللي في الكنكة، هو مش بديل ابدا للقهوة سريعة الذوبان. فدايما ما تحطوش مثلا شوية بن كده البديل بتاعها، لا هتديكوا طعم وحش قوي. كده تمام، هسيبها بس تبرد شويه عشان نحط لها ميه مغليه. نضرب البياض البيض مع الزبده، بعد ما ضربناهم كده وبقى القوام كريمي هنزل بالدقيق. حاضر، وهنزل بالقهوة سريعة الذوبان وانا بضرب. زي ما احنا شايفين القوام تقيل واللون مميز والريحة كمان حلوة قوي. بصوا القوام تقيل قوي، انا باخد كل اللي في الجناب بس كده علشان يبقى كل واحد حالا. حاضر، وبعدين هاخد الكلام ده واحطه في كيس حلواني، وابتدي احطه كطبقة تالتة بعد ما العجينة اختمرت والفرن عندي شغال عشان تدخل الفرن. اخر خطوة فيها كانت ان الخليط التقيل، او المرحلة الثالثة يعني، الخلطة التقيلة اللي احنا عملناها قلنا هنحطها في كيس حلواني ونحطها على العجينة من فوق دلوقتي قبل ما تدخل الفرن. يلا بينا. هي طبعا لما تدخل الفرن هتسيح وهتقفل على بعضها، ممكن تعرضوها شوية بالشكل ده كده. فرننا شغال على 180 وهندخلها على طول على الفرن. حلو قوي، قدامه دقيقتين وهنطلعه على طول. ودي فطاير البابروتي اللي عملناها في اول الحلقه، ودي اللي خرجتها من الفرن واحنا في الفاصل. بصوا بقى قد ايه من فوق بتبقى مقرمشه الطبقه اللي حطيناها، وقد ايه بقى من جوه هشه وخطيره، حشوه الزبده بتاعتها تحفة. لما بتنشف او يعني لما تبرد شوية الزبدة بتبتدي بقى ايه تبان وتسيح جوه، خطيرة. ممكن نزينها بالشوكولاتة، ممكن نزينها، ممكن ناكلها كده من غير تزيين براحتكم. فايه يعني ممكن مثلا ناخد شوية شوكولاتة كده
انتوا شلتوا المقص تاني؟ هنا؟ لا فين؟ اهو اهو اهو. ده شكل للتزيين اذا عايزين تزينه، اللي هو نحط عليها كده رشه شوكولاته من فوق، وممكن ولا تزينه ولا اي حاجه، وعادي جدا هتطلع تحفه واحلى كمان. بس انا كنت عايزه افتح شويه نحشيها شوكولاته. والله زي لانها عامله زي الدوناتس. انا شايفه ان هي لو مش يعني ما عليهاش اي شوكولاته من فوق ولا اي حاجه احلى، الطبقه اللي من فوق دي كافيه يعني. على بقى نحطها هنا كده. بصوا اللي بردت اهي، هشه جدا وعامله فعلا زي الدوناتس. ريحة الزبدة تحفة. خللنا بقى دول احنا بناكلهم بعدين. نحط دي هنا كده. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. لا العجينة جبارة بتاعت البابروتي، جبارة تحفة. وتقدروا على فكرة تحشوها شوكولاتة لو مش عايزين تحشوها زبدة، هي الزبدة بتدي نكهة معينة كده وطعم معين، ولكن إذا عايزين تحطوا فيها مكعب شوكولاتة مش هتقول لأ يعني. احشوها مكعب شوكولاتة، احشوها مربى عادي جدا، بدل ما الشوكولاتة تبقى من فوق. نلملم كده